قاربه صح ولا لا؟ اكثر صديق مستمر علاقتك انت وياه، ما هو بقريب، ما اتكلم عن قريب، اتكلم اي عن صديق من عائله ومن قبيله مستمرين كم سنه. ابشركم كل الناس والحمد لله صدقا لي والله اني ما يا اخواني ما افضل هذا على ذا، الحمد لله. يعلم الله انا ما ادري هي غباوه لا والله ولا لا والله لا والله والله. شوف لا فيه معنى يقول من صار والناس عندي سوا ما العيلته دوا، لكن انا يعني انت مخموم القلب طالما كل ما في والله قلبك على شيء. والله كل ابوهم سوا سبحان الله. اللي يتكلم واللي ما يتكلم والطيب واللي دونه واللي وراه واللي ما، والله اذكر صديق مثلا سايرته الا اذكره لكن ما اذكر احد دونه. طيب عطني واحد مستمر معك متواصل انت وياه، اي اما دوريه ولا طعمرك سفريه مثلا عندكم كل سنه تروح مثلا مكه وجده والطائف تاخذون جوله شتويه. انا قصدي عشره لك احد عشره يعني 70 سنه والله لي عيال عم ولي جيران ولي جماعه ورحمه الله عليهم ماتوا ما عاد بقي الا القليل والموجود القليل على حالهن عوتيه يعني بالثمانين وبالسبعين وهكذا سبحان الله، لكن ما زالت اذكارهم تخيل دايم يعني عندي. الروح اشكال ما الروح عمره نروح سوا سبحان الله. من كم سنة يا أبو صالح؟ يعني من مدة خمسة ما يقارب 40 سنة، وحنا كل الحمد لله كل سنة نروح عمره يمكن كل واحد والدته معه. والدتي توفت لها سنتين أو أقل شوي، هي آخر والداتهم سبحان الله، وهم جيران وعيال عم وناس إن شراكم فيهم خير. ما يجي سنة قبل دخول رمضان يمكن بيوم نخلي أول يوم رمضان يعني بالحرم سبحان الله، نروح بعجيزاتنا أمهاتنا معنا والسيارات واسعة، ونخلي المنطقة الطريق هذا طريق مكة من الرياض يعني حوالي 4 مراحل مثل، فيه فطور وفيه غداء أسمى المناطق اللي توقفون فيها عشاء. توقفون في الرويضة ولا وين؟ والله الأولى أظنها بعد الرويضة والثانية ورا شوي يعني مكة المحطة الرابعة. والمهم انه يا اخي هنا سعاده وهنا سبحان الله راحه نفس وهنا تعاون وانتفقت بعضهم، بس بعض المرات يضيعون علينا الورعان مثل محمد يوم انه يضيع هو جدته. شوف ما انت اللي ضيعته، بعض الارض واجد واجد، لكن هذه المخيلات انا والله اني ما انساها سبحان الله دايم تخيل. لكن بالنسبه للصديق الخاص اللي دايم معي فانا ما اذكره، واذا اني اذكره قد مات يعني ما يوجد، أو تحولنا من منطقة إلى منطقة. المهم الناس كل أبوهم عندي الحمد لله أصدقاء ولله الحمد. ونعم أبو سليمان صديق عمل، تقاعد، تجارة، رحلات، صديق صدفة تعرفت أنت وياه بدون أي سابق على قولهم تحضير، وكم سنة أنت وياه؟ الله الله يا أبو فزاع ما شاء الله، يعني بدأت تجيني طال عمرك الذكريات مع كل مكان. إيه تجي واجد. ولكن مثل ما تفضلت دائما يكون في بالك الإنسان شخص معين، ولا يعني الاخوان اللي يسمعونا واحبابنا واللي عاشرناهم من قريب ومن بعيد انه مثلا طال عمرك انه ما نحبهم، لا والله ان نحبهم ونقدرهم، لكن دائما سبحان الله يكون لك انسان تتقبله، خوي جم، ايوه طباعه طباعه قريب منك، ايوه وتمون عليه وترتاح له ودائما تدور عليه، واذا ما دورت هو دور عليك. فيه طال عمرك في القديم ولا هذا، احنا ابو صالح الله يسعده نروح مكه، والله انا بعد نروح انا واخويا مكه ونروح المدينه، لكن على خفيف. هذا طال عمرك واحد من اخواني ابو وليد الله يصبحه بالخير، الله يصبحه، واخوي عبد الله بن بسفر هذا في الطائف ما شاء الله، وواحد من ارحامي ابو يحيى. هذا تقريبا طال عمرك يعني تقريبا بمعدل يعني في السنه، يمكن بالذات في عطله يعني في وقت البرد نحب المنطقه الغربيه، وكان الربع يجي امطار وخير طال عمرك على الساحل من القبده والديار ذيك وجميله والليل جوها زين. اي والله يا اخي ونجلس فيها طال عمرك اسبوع 10 ايام، وخصبة الشتاء سبحان الله، وتحس انك طال عمرك انك جمعت بين حسنين الدنيا والاخره. اما طال عمرك انك تجلس مع رجال يذكرونك بالله سبحانه وتعالى، وتكون مثلا طال عمرك قريب من الله وتتمتع بالطبيعه. هذول الثلاثة أو الأشخاص هذول يعني هم من القريبين لقلبي، ما نسيتهم. في شخص واحد ثاني ولا يأخذوني أخواننا الباقين، أبو نايف عايض بن أحمد الأحمري، الله هذا طال عمرك من الصغر. كم المدة؟ والله يمكن أكثر من 50 سنة. هذا صديق طفولة، ما طفولة ثم شباب،
ثم في الوسط أيه. ثم تزوجنا ثم تجاورنا ثم عشنا مع بعض طال عمرك. نفس العمل كان؟ العمل والله شوف يا أبو فزاع شوف جبت طاري العمل. أنا كنت في وحدة وفي وحدة وكان عندهم قايد لاشمي يبون على القايد حقنا ومن حبه لي توجه عنده تكفى أنا عند الله عندك أنقله تجيب الرجال هذا. قال ما أقدر أنقله تخصصك غير وحد احنا تخصصنا غير. قال تعال به إداري وحطني عنده إدارية طال عمرك وليت ما جابني إداري عندهم ما استفادوا مني ولا استفادوا منه وصار الرجال عرطان كل شوي احنا مزوغين رجل ترفع وزقعت إداري ايوه وجات الدورات انا جات الترقية وليت طال عمرك انا ابو نايف الله يصبحك بالخير يا ابو نايف الله يسهل والله ويخلي لكم نايف والله انه هو وهلا والله وافين معنا ومع اهلنا فيعني هني اللي جار والله والاحباب كثير ولهذا لكن هذه ذكريات ما تروح من البال. في ذكريات كمان طال عمرك ايام رعي الغنم والبهم والزرع تراني اشتغل طال عمرك هذا وبالي عندي واحد ثاني ما يجيك مذيب ما يجيك مذيب الا الذياب طال عمرك اكلت الغنم وانا العب خليتها يا رجال في عندنا اودية هناك فيها غدران يشرع تسمع أي. السباحة أي. يشرع في الغدران والذيب مشرع في الغنم اكلها يشرع عند اهل الجنوب يشرع ويشرع يعني يسبح اي والله هذا طال عمرك يسبح ولا ياك يوم من الايام يا طال عمرك يوم من الايام والله يا اخواني ويسبح في الماء والذيب يسبح في الغنم ترى الشباب سرحنا طال عمرك في الغنم الجنيه ذي طال عمرك طفشتها الغنم اسمع على العقل تلقى الجبال وكلها والله من جد يا ابو صالح ولا يهون ابو فهد يا اخي بعد ما نصرم الزرع من البلاد ترى فيه نبت ينبت بعد ايش ابو مشاري الله لا يصغرك يعطيك العافيه الله يعافيك ودكم اعلمكم طال عمرك بالضرب اللي حصلناه علشان حاجه هذا طال عمرك بعد ما نزرع نصرم الزرع من البلاد طبعا مزارعنا عن البر وترى عثري على الله سبحانه وتعالى أيه والله سبحانه وتعالى كان عليكم وزع لكن انت اي والله كان الله يعطيهم الكبار فالمزارع هذه بعد ما نصرم الزرع منها طال عمرك ينبت سبحان الله فيها نبت يسمون احنا نسميه الدعب ليش دعبب الدعبب دعبب وش الاسامي الدلوعه هذه ما تدري عن هذا دعبب هذا طال عمرك ينبت تحت الارض تطلع على الشجرات كذا زي البقدونس لكن جذوره تحت في الارض شيء فيها طعم لا يعلم الا الله طبعا هو ما يجي ليش الا بالحفر احنا نحفر يا طول العمر ونطلع الحبات هذه عليها قشره كذا شفت القشره اللي على على البر لا اللي على الفستق والاشياء كذا نفرك كذا ونار وحبات بسيط ما تحصل كذا آثر حين التهينا طال عمرك في الدعب بدان حفر عنها طال عمرك أحفر أحفر اللي نقوم طال عمرك التراب خلاص غطاني الغنم الله لا يبلانا فرعت بعدك الجبل وفتر طويل العمر الذيب وافاها ها إيه والله يا جماعة الخير شوية والله خذنا لنا حوالي ساعة الله يجيركم ولي الحوايم يسويها الحوايم المصوب اللي والله أنها تقبع طبعا في القرية شافوا الطيور قالوا الطيور دائما ما تجي إلا على فرائس على فريسة نعم هذا الصحيح. الله يجيركم يا جماعة الخير وهو يوم جاء الذيب ترى إذا عدى على الغنم ما يخلي يجي, يجي زي الجنة يستهرش يستوحش يذبح هذه ويتركها ويذبح هذه والله يا جماعة الخير ما يأكل يذبح بس اللي الخرفان طال عمركم سدح رفيق إذا معهم غنم الجار لنا ما هو بنجارنا من صديق له وقال هذه الستة الخرفان خلها معك يا أبو فلان أبو رفيقي هذا وسبحان الله دائما طال عمرك الرعيه يسمونها طال عمرك قشره إيه وهي عادي بالسته وبتها واخذ من غنم من اللي ياخذ وغنم رفيقي ياخذ اخذ المهم يا طوال العمار احنا نفكر في القريه الموت بيجينا من الشيبه اي مشكله والله يا جماعه الخير هذه ثروات يا ابو رفيقي هذا والله انه مساكت يا طال عمرك وانه يسيح يقول والله لا اذبحه اعوذ بالله اذبحه عشان يا اخي الغنم عندهم لها قيمه قسم بالله والله لا يوريك هي مرزاقهم يا اخو ما غيرها شيء فهذا الشخص اللي هذا ابو احمد خلوفة من علي الاحمري في مكه انت بقى تذكر الغنم يا ابو احمد تذكر الذيب يذكرها وما سوى فيك بوك ذاك اليوم والله انا طال عمرك اقول بالجميع والله لا اذبحه يا الله ستر اللي ماتت كم من الروس؟ ابو والله يمكن 18 الله يجعلها والله ويوم الله لا يوريك عسى ما مر عليكم هو وقت صبح ولا ظهر ولا اي وقت؟ لا يا رجال في الضحويه حول الظهر اجل هذا حول الظهر اجل يسمي نفسه مفطر الذيب والله بفطر فطر الذيب والجماعه والله الجماعه يشلوا يا اخي فطر الطيور زمان الله يتوب عليهم وتتفكر ان الذبائح انهم يتركونها الله انهم ياخذونها يذبحونها وياكلونها اقول اذكروا سموا عليها سموا عليها لا تغنمها قبل ابو فهد
والله ابشرك الحمد لله. هو نفس السؤال، اطول صديق استمرت كثير انا اصدقائي لي كثير ما شاء الله. طفوله طفوله نعم، احنا بالحاره مثلا يمكن جينا حول 7 مع بعض ما شاء الله الى الان. ما شاء الله كبرنا جميع، درسنا جميع، وحتى ان اخذنا استراحه عشان ما نضيع بعضنا. سبحان الله. اي والله ما شاء الله الحين استراحتنا ما شاء الله تبارك الله لنا من عام 1419 الى الحين كم؟ حول 19 سنة. حلو ما شاء الله ما شاء الله والله. حلو. مع بعض انتم شباب، لكن احنا شباب من يوم احنا صغار، من يوم احنا صغار، ثم السياكل الله اكبر، ثم بين السياكل والسيارة فترة من الزمن، ثم السيارات الدبابات ما جت التجارة ما دخلت بينكم. لا الحمد لله وما شاء الله صدقتنا جميل، حتى ان انا اعرف ام هذا وش اسمه وخواته وش اسمه، يمكن صغار وهو يعرف اسم امه ويعرف اسم خواته. هي العوائل مع بعضها. الله الله من يوم صغار ما شاء الله الى الان. فيها عاد اللي مات بس انها ولي بيموت ما في شك. اي اكيد عاد يا مره، لكن ما شاء الله حتى ان لا جوني بعض الشباب مثلا اللي راح للرياض من اصدقائنا القديمين، قال ها وين القاك يا تخيل؟ قلت له محلنا اللي انت خابر. قال اسالك بالله الى الحين انتم هناك؟ قلت ايه ما شاء الله تبارك. قال ليش ما شريتوا المكان اللي احنا ساكنين فيه؟ استراحة جامعة. اي والله فما شاء الله صدقة يا اخي حلوة جميلة جدا انك حتى تبني علاقة. طب عشان تستمر الصداقة، عشان تستمر، لا بسألك سؤال، عشان تستمر الصداقة وش الاشياء المهمة يعني لازم الناس يعني حرصتوا عليها؟ انك لا تخرج عيوبك او عيوب حتى خويك، ولا تسبب مثلا في بعض الامور تصير تافهة. السلف مو تحسه احيانا السلف اذا ما كان واضح يكون مشكلة؟ لا ما في مشكله اذا كان صديقك وتامل، اذا ما كان واضح اذا ما تعرف اكيد ما تدين، واكيد انت واكيد انك ما تسلف الا صديقك، واكيد ما تخسر بالسلف الا صديقك. يعني مثلا اذا كان ما هو بواضح مثلا اني اقول انا بعطيك الله يشوف ابو فز على حسب المبلغ انسان هل 1005 والله ما انا بخاسر خوي عشان مبلغ. بعض الناس احيانا يبيع صديقه عشان سعي سياره. لا 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 خل هذا يتكلم السلف. السلف يا ابو تخيل ترى حقك لو 500 ريال ترى حقك انت مثل ما تقول عادي، هو يترك الخوي يهديه، لكن احيانا لا انا ما اترك خوي، احيانا ان تتركها له تقول خلاص فداك، لكن لو كنت في حاجتها وطلبتها وما اعطاك اياها مثلا راح تحس في خاطري اكيد، بس ما تدري عن ظروف الرجال. التمس يا اخيك المسلم عذر. انت ما فهمتني ترى، انا اتكلم دخول الاموال بين الاصدقاء من اكثر الاشياء اللي تخلي الاصدقاء يعني يجي بينهم شويه حزازيه. انا معك على حسب المبلغ. لك بعض مثلا يدخل اخويا في شركه مثلا في شراكه، هذا دائما تلقى مشاكل ويشك في الشراكه، هذا سرقني هذا نهبني هذا، هم مبلغ بسيط جزء بسيط انك تفقد خويك عشان سلفيه مثلا معينه جزء بسيط. لا يا اخي حرام اني اخسر خوي عشان مبلغ من المال. طيب وش بعد التواصل في المناسبات؟ اكيد يا اخي سواء في الاحزان في الافراح تكون معه، وثاني شيء تبان ان انت ويا علاقه يعني من الصغر من الطفوله تخسرها في يوم وليله تمونون على بعض مره جدا. في امير للجلسه اكيد ومسؤول كل شيء، القطه والدراهم مشاكل والدنيا كلها عنده. وترى شوف ترى حتى العمر هذا صارت بيننا مشاكل بس نحلها، وهي احلى شيء صراحه صارت بيننا.